السد وهارد لك للريان. السد اليوم بصراحة كنترول المباراة كان في يده، بإمكانه أنه هو يرفع من رتم المباراة وبإمكانه أنه هو يقصر من رتم المباراة. الشيء الطيب في هذه المباراة وخاصة الشوط الثاني شفنا الريان رجع مثل ما كان، وأنا متأكد أن الريان إن شاء الله مستقبلا راح يعمل إضافة قوية لبطولة الدوري العام. ويانا الكابتن علي علي مال الله من الريان، نقول لك مساك الله بالخير وهارد لكم يا كابتن. مباراة كانت مرهقة مرهقة بصراحة لمدافعين الريان، قول لي شلون كانت؟ أول شيء مساك الله بالنور، الحمد لله على كل حال. نفس ما شفت يعني استغلوا الأخطاء، نادي السد نادي كبير، استغلوا أول 10 دقائق 3 أجوال تقريبا، فحاولنا نرجع في الشوط الثاني. يعني نفس ما شفت يعني سجلنا جولين لكن ما حالفنا الحظ. يعني قول لي الارتباك اللي حصل لكم أول 20 دقيقة شو السبب؟ ليش مرتبكين؟ تقدر تقول قلة تركيز يعني لا غير، فيعني ما كنا داخلين في جو المباراة، فالحمد لله على كل حال. يعني هاي الكورة وزو خسارة، بس نادي السد فريق كبير نحترمه، وإن شاء الله في قادم المباريات نقدم مستوى أحسن من هاي. بالتوفيق إن شاء الله يا علي. شكرا علي، يعطيك الصحة والعافية، وبنكون وياكم إن شاء الله متواصلين يا كابتن خالد، لكن عندك الكلمة في الوقت الحالي عندك.